ترهل الواقع الطبي وسوء الخدمات الطبية الموجودة في كثير من المستشفيات. البداية ستكون من مستشفى الكاظمية، حيث وثقت مواطنة آلية تبريد أكياس البلازما التي احتاجتها أختها من أجل عملية ولادة. هذه الحالة وثقتها وقالت إن تجميد أكياس الدم كانت تتم بوضعها في مغسلة داخل حمام مليء بالقاذورات للأسف، ودون أي اكتراث لحياة الأم أو جنينها. دعونا نتابع. فعلاً إنه مكان يراعي كثير من الاحتياطات الطبية من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، يقول نشطاء.